بسم الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، وتاريخ الكرب في سابق العصر ذاك مليء بحديث الركبان، ماذا جرى في فلان اللي كان هو قائد قبيلته الفاسقة الظالمة غير محترمة دين الإسلام، وهي دائما تحارب من كان على سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام الخليل، يحاربوهم اللي ما زالت فيهم ريحة سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان شأن العرب منا في جاساتهم وبحوثهم يتعاقبون من تفوح منه ريحة سيدنا إبراهيم عليه السلام. رأوا تاريخ أظلم، رأوا يزكم تفهموا، قالوا عرب مبرر هكا وقلت عرب وانتم بخير البشر، يزيكم يا ناس من الغرور، وتعانوا من الهذيانات، رأوا لميتوا الهذيانات كلها ولميتوا الوذاءات البسيكوز كلها، يزيكم فك عليكم هذا الريق، هذا ما يمشيش. احنا أهل العقل القرآن نتغضب من مأدوبة الرحمن، احنا نعرفكم من أنتم، أنتم سيركم إبليس وأنتم لا تعلمون أنكم من أتباع إبليس، أنتم لي دي بيون أو مان دو ديمون ساتان كولابي دالله لي سوا انترديت، يعني لا يرحم من اتبع إبليس، لأن الاسم ذاته يوحي بأنه يأس من رحمة الرحمن، ولو وقع في أخطاء كبيرة في حضرة الرحمن، لكن لا يمكن لأي مخلوق أن يأس من رحمة الرحمن، رحمته وسعت كل شيء. وإحنا نقول للمذنبين وخاصة اللي كثروا من أنواع وتكرار الآثام، قولهم يودي ما تأيسوش ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.